الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. يبدو أن المركبة تاسكيا بيرولي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية قد تحطمت بالفعل على سطح الكوكب الأحمر. فقد أظهرت صور التقطتها كاميرا متتبع المريخ هاي رايز التابع لناسا أن المظلة وغيرها من أجزاء وقطع قد تناثرت عبر 1.5 كيلومتر على سطح المريخ. تظهر الصور شكلا شبه دائري مظلم، يعتقد بأنه على الأرجح موقع تحطم المركبة سكيا بيرلي. وتظهر الصور أيضا خطوطا على سطح المريخ تمتد إلى موقع التحطم نتيجة الهبوط الناجم عن توقف المحرك بشكل غير متوقع. أما الخط المنحني المظلم في الشمال الشرقي من البقعة المظلمة فهو استثنائي بالنسبة لحادث تحطم كهذا، وليس واضحا ما هو سببه بالضبط. ويحيط بالبقعة المظلمة عدة نقاط مشرقة نسبيا أو مجموعات من النقاط، يمكن أن تكون هذه النقاط اللامعة تشويشا أو قد تكون أجزاء من المسبار المتحطم. على أي حال يتوقع العلماء معرفة حقيقة هذه النقاط من خلال الصور التي ستلتقط للموقع في المستقبل. بالنظر نحو 1.4 كيلومترا باتجاه الشرق يظهر جسم على هيئة عدة نقاط مضيئة تحيط به أرضية مظلمة، من المرجح أن يكون درع المركبة الواقي من الحرارة. على بعد نحو 900 متر جنوب موقع تحطم المركبة يظهر جسمان يعتقد بأنهما مظلة المركبة الفضائية والترس الخلفي الذي كانت المظلة متصلة به. يخطط العلماء لالتقاط صور إضافية من زوايا مختلفة قد تمكنهم من تفسير هذه النتائج الأولية. ووفقا لمشروع إكسو مارس الذي تلقى بيانات من المركبة الفضائية أثناء هبوطها عبر الغلاف الجوي للمريخ، فإن الدرع الواقي من الحرارة قد انفصل عن المركبة وفتحت المظلة كما هو مخطط، ولكنها انفصلت قبل الأوان مما أدى لارتطام المركبة باليابسة بسرعة تفوق 300 كيلومتر في الساعة. تضيف الصور التي التقطتها كاميرا متتبع المريخ هاي رايز المزيد من المعلومات إلى البيانات التي رصدتها كاميرا المتتبع الثانية سيتي إكس، والتي التقطت صورا للموقع قبل أسبوع من هاي رايز. لكن الفرق بين هاتين الكاميرتين هو أن صور سيتي إكس تعطي مساحة أكبر، في حين أن صور هاي رايز تظهر تفاصيل أكثر. تجدر الإشارة إلى أن المركبة الفضائية سكيا بيرلي تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وهي جزء من مشروع إكسو مارس 2016 الذي نجح في وضع متتبع للغازات في مدار حول المريخ في نفس تاريخ وصول سكيا بيرلي.